وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في موسوعة افتتاحيات الشطرنج وفيديو جديد هنستعرض فيه جنبية الملك المرفوض. جنبية الملك هو الافتتاح المفضل للكثير من اللاعبين الهجوميين والذين يفضلون بالطبع خطوط جنبية الملك المقبول، ولكن لا يمكنك إجبار خصمك على قبول الجنبيت، وهناك العديد من الطرق لرفض الجنبيت، ولكن أشهرهم هو التفريع التقليدي، وسنرى كيف يتعامل معه الأبيض. إذا لم تكن تعرف جنبيت الملك، فهو يبدأ بE4 ويرد الأسود E5، وهنا يعرض الأبيض تضحية بيدق ويلعب F4، لكنه يهدف إلى إبعاد بيدق الأسود عن الوسط لكي يحتله هو ويبدأ في الهجوم، ولكن التفريع التقليدي بسيط للغاية، ويبدأ بأن يلعب الأسود فيله إلى C5، فهو يعبئ أحد قطعه الصغيرة التي تصوب ناحية جناح الملك الأبيض وتمنعه من التبييت. العديد من اللاعب الأبيض يودون التخلص من هذا الفيل المزعج، وقد يلعبون نايت C3 بهدف الذهاب إلى A4 ويطردون الفيل عن الوتر لكي يستطيعوا التبييت في جناح الملك. الكثير من اللاعبين لا يعرفون كيف يلعبون أمام هذا الدفاع، وأرجو أنك بعد هذا الفيديو تكون قد عرفت الطريقة الصحيحة للتعامل مع نقلات التفريع التقليدي. يمكنك أن تكمل بالطريقة التي يلعب بها الأبيض أمام جنبيت الملك المقبول، وذلك بأن يأتي الحصان إلى F3، وهذه النقلة بجانب أنها نقلة تعبئة لقطعة صغيرة فإنها تهاجم أيضا وسط الرقعة، وهنا يجب أن نحذر من خطأ لعب F takes E5 قبل أن نلعب Knight F3. الوزير الأسود يأتي إلى H4 بكش، والبيدق عليه أن يأتي إلى G3، لأنه إذا تحرك الملك سيتلقى كش مات Queen takes E4. لذلك بعد G3 يأتي الوزير إلى E4 بكش، ولا يهم كيف سيوطي الأبيض ملكه، فهو في النهاية سيفقد الرخ، ولذلك من الضروري للأبيض منع الوزير من المجيء إلى H4، وأفضل طريقة لذلك هي النقلة الطبيعية Knight F3. في هذا الموقف الأسود لديه عديد من الاختيارات المختلفة، ويجب أن تكون مستعدا لكل اختيار وتعلم كيف ستتعامل معه. في هذا الفيديو سنعرف ما هو الذي يجب على الأسود أن يفعله وما الذي يجب عليه أن يتجنبه، وفي النهاية سيكون لديك معلومات كافية لكيف تلعب بالقطع البيضاء. أسوأ نقلة الأسود هي أخذ البيدق E takes F4، فهو سيسمح للأبيض بالسيطرة على الوسط وقيادة الدور ولعب D4 مجبرا الفيل على التحرك، ولا يهم إلى أين سيذهب، لأن الأبيض في نقلته القادمة سيأخذ بيدق F4، إلا إذا اختار الأسود أن يتراجع بفيله إلى D6 لحماية البيدق، سيرد الأبيض بـ E5، وبعدها سيأخذ بيدق F4، وسيصل إلى موقفه المسيطر على الوسط ببيدق G وE، ولديه في المربعات السوداء داخل اللعب، كما يمكن الأبيض التبييت في أي من جانبي الرقعة، ولكن كما قلنا لدى الأسود العديد من الاختيارات. الاختيار المشهور هو لعب D6، هذه النقلة تعطي دعما أكثر لبيضك E5، وأيضا تسمح للأسود بتعبئة فيل المربعات البيضاء ودخوله للعب. إن هذه النقلة تمثل دفاعا جيدا للأسود، لأن فيل المربعات السوداء أصبح خارج سلسلة البيادق، ولذلك أصبحت هذه النقلة تمثل الرد الأكثر شعبية بين لاعبي الأسود. من هنا الأبيض لديه العديد من الطرق للتكملة، ونستطيع أن نركز على أفضلهم وهي الأسهل في الدراسة، إنها نقلة C3، إنها نقلة هامة جدا في هذا الافتتاح بالذات. أيضا هنا إذا أراد الأسود أخذ البيضة E takes F4، يلعب الأبيض D4 وبعدها يمكن للفيل الأخذ على F4، وبالطبع الأسود لن يلعب هذا، إن لديه خيارات عديدة هنا. أحد خياراته هي المجيء بحصانه إلى F6، وهي تبدو نقلة طبيعية وتحضر الأسود للتبييت في جناح الملك، وهنا يستطيع الأبيض التكملة بدفع بيدقه إلى D4. بالطبع لا يستطيع الأسود الأخذ على F4 الآن، لأنه سيفقد فيله على C5، ولذلك سيأخذ على D4، وبعد معاولة الأخذ قد يعود الفيل إلى B6، وهذه ليست النقلة المعتادة. النقلة المعتادة هي أن يذهب إلى B4 بكش،
وهنا يجب أن لا نغطي بالحصان من C3 بسبب الرد الخطير من الأسود Knight takes E4، حيث أن الحصان الأبيض ممنوع من الحركة بسبب الرد، كما أنه تحت الهجوم بقطعتين. الأفضل إذن هو التغطية بالفيل من D2، وإذا كسر الفيل فهذا جيد للأبيض، حيث سيعاود الأخذ بالحصان حاميا بيضك E4. وإذا لم يأخذ بالفيل ولعب نقلة مثل A5، يستطيع الأبيض الرد بE5 مهددا الحصان، وبعد التكسير يكون الموقف جيد بالنسبة للأبيض. قد يلعب هنا الأسود Bishop takes D2 ويأخذ الأبيض بالحصان، وهنا لابد من تحريك حصان الأسود، ويبني الأبيض بBishop C4 ويصبح مسيطرا على وسط الرقعة. لكن إذا تراجع الفيل إلى B6 إنه مربع آمن، كما أن لديه أمل في السيطرة على الوتر الطويل. الأبيض الآن يستطيع الأخذ بهذا البيضق، وكل هذا في صالح الأبيض. الأسود لديه خيارات محدودة، يستطيع أن يأخذ بالبيضق، وبعد أن يأخذ الأبيض بالحصان يصبح للأبيض الدور الأفضل. بدلا من أن يأخذ الأسود بالبيضق على E5 يستطيع أن يأخذ بالحصان على E4، وهنا يستطيع الأبيض التكملة بلعب Bishop D3 محضرا للتبييت، ولا يوجد للحصان الأسود مربعات صالحة للتراجع إليها. إذا عاد إلى G5 سيؤخذ بالفيل، فهناك مهاجمان أمام مدافع واحد. قد يلعب الأسود D5 لحماية الحصان، والآن يلعب الأبيض Knight D2 مهددا للحصان، وسيكون من الجيد للأبيض إذا كسر الأسود على D2، حيث سيعاود الأخذ بالفيل. وإذا نظرنا للموقف نجد أن الأبيض لديه قطع أكثر في اللعب، وفي النقطة القادمة يمكنه التبييت في جناح الملك، وكذلك يسيطر على الوسط. قد يكون للأسود رأي آخر هنا غير التكسير، يمكنه أن يلعب بيضقه إلى F5، ويمكن الأبيض أن يأخذ بالمرور على F6، وهناك أكثر من طريقة للأسود لمعاولة الأخذ. أفضل طريقة هي معاولة الأخذ بالحصان، وبعد Queen E2 check الأسود مجبر على الرد، وبعدها يقوم الأبيض بالتبييت. الأسود يخطئ هنا إذا أخذ بالوزير، والخطأ أكثر إذا أخذ بالبيضق، حيث يصبح له بيضق معزول على F6 مع جناح ملك ممزق بالكامل. ولكن إذا عاول الأخذ بالوزير وبعد Knight takes D takes Bishop takes، الأبيض أفضل كثيرا، حيث يمكنه التبييت في جناح الملك وشن هجوم قوي على الأسود. نقطة أخرى وهي شرسة جدا يمكن أن نراها من الأسود، وهي F5. يجب عليك أن تعرف هذه النقلة التي وراءها الكثير من الخدع. هناك ثلاث طرق لمهاجمة هذه النقلة. أول اختيار هو أخذ بيضك F5. إذا وضعت هذه النقلة للتحليل بالكمبيوتر سيخبرك أنها ليست سيئة جدا للأبيض، ولكنني أقول إنه سيواجه الصعوبات. الأسود يستطيع الأخذ بفيله على F5 ويحصل على دور نشيط جدا، ويمكنك أن تأخذ ببيضقك لو أردت، ولكن من الصعب على الأبيض هنا أن يبيت، بينما الأسود نشط ويستطيع أن يدخل وزيره للعب وأن يلعب حصانه إلى C6 ويبيت في جناح الوزير، كما يستطيع أيضا أن يحرك حصانه الآخر ويبيت في جناح الملك إذا أراد. الاختيار الثاني أمام الأبيض بدلا من الأخذ على F5 إنه يستطيع الأخذ على E5، وبعد أن يأخذ الأسود على E4 ماذا يفعل الأبيض هنا؟ هل يتحرك بحصانه إلى G5 أو يلعب D4؟ وإذا قرر الطرفان مواصلة الأخذ E takes F3 D takes C5 نصل إلى موقف مثير للغاية. الطريقة الثالثة وهي الأسهل أمام الأبيض بدلا من الأخذ على F5 أو على E5 هي الرجوع لخطته الرئيسية التي من أجلها لعب C3، وهي تقديم بيضك D4 ومحاولة التبييت بعد أن يغلق الوتر أمام الفيل. هناك خيارات أمام الأسود للتفاعل مع هذه النقلة. أولها أن يأخذ بيضك F5 على مربع E4، وهذا هو الرد المشهور. من هنا يوجد أمام الأبيض طريقة خلاقة جدا للرد، وبدلا من أخذ الفيل وخسارة حصانه على F3 يستطيع أن يأخذ بحصانه على E5 ويرحب بأخذ حصانه على E5 لأن لديه الرد Queen H5 check،
والأسود في حيرة. لو لعب G6 يأخذ الأبيض على E5 بكش ويفوز بالرخ، وإذا لعب الأسود الملك إلى G7 يأخذ الأبيض على E5 ودور الأسود ازداد صعوبة. وإذا لعب كينج E7 سيكون في وضع أسوأ بعد Queen takes E5 check، كما سيخسر فيله سريعا. وإذا جاء إلى F8 يرد الأبيض ببيشوب C4 معبئا فيله ومسيطرا على الوسط، كما إنه يطلب تشيك ميت على F7، وما زال فيل الأسود على C5 تحت الهجوم، والأبيض في حالة جيدة جدا. إذا رجعنا للخلف مرة أخرى لنرى كيف يرد الأسود بدلا من الأخذ على E4، إن لديه اختيار آخر هو الأخذ على G4، وبعد C takes D4 يستطيع الفيل الذهاب إلى B4. يجب على الأبيض لعب بيشوب D2، لأنه لو لعب نايت C3 سيأخذ الأسود على E4، والحصان لا يستطيع الحركة بسبب الربط، بينما لو لعب بيشوب D2 ليس علينا القلق، لأنه لو أخذ على E4 سنأخذ الفيل، وإذا أخذ الحصان نعاود الأخذ للوزير، والأبيض لديه دور قوي للغاية. إذن لو عدنا للموقف سنجد أن الأسود إذا كسر الفيل على D2 ويعاود الأبيض الأخذ بالحصان مدافعا عن E4. نعود للخلف لنرى ماذا لو لم يأخذ الأسود بالبيدق أو حرك فيله إلى B4، بل تراجع به إلى B6. الأبيض يجب ألا يأخذ على F5 حتى لا يعطي الفرصة للأسود لمعاولة الأخذ بفيله ويحرر دوره من ضغوط كثيرة. بعد F takes E5 F takes E4 والحصان يستطيع التحرك إلى G5 بنقلة جميلة، حيث إنه يهدد هذا البيدق على E4، ومن الصعب على الأسود التشبث بهذا البيدق، فإذا لعب D5 لحمايته سيجعل الأسود يتعرض لضغوط شديدة من الأبيض. لقد تكلمنا كثيرا في التفريع التقليدي بعد نقلة الأسود D6 والتي هي الرد الذي نراه بكثرة. هناك نقلة أخرى وهي نايت C6 التي تدخل قطعة صغيرة للدور، وهنا إذا لعب الأبيض F takes E5 قد نرى النقلة نايت تيكس E5، وإذا أردت أن تأخذ لا تأخذ مباشرة، بل بعد أن تلعب النقلة الآمنة بيشوب E2، لأنه إذا أخذت مباشرة نايت تيكس E5 لن يحتفظ الأبيض طويلا بالتفوق المادي بعد رد الأسود بكوين H4 تشيك، والنقلة الوحيدة للأبيض هي G3، ويأخذ الأسود على E4، وبعد كوين E2 يأخذ الرخ على H1، وإذا أكمل الأبيض نايت G6 كش بالكشف، الأسود عليه التعامل مع ذلك، ولا يهم إذا غطى بالحصان أو بالفيل من E7، والحصان يأخذ رخ H8 ويدخل الدور في مرحلة عشوائية. إن لديك ردين، المحاولة المتهورة نايت تيكس E5 أو الرد الآمن بيشوب E2 أولا، ثم فيها بعد لعب D4 والتبييض في جناح الملك. آخر تفريع سنراه في الدفاع التقليدي هو نايت F6، وهنا يبدأ الأبيض بحصد مادة بالأخذ على E5 بعد أن أمن عدم وصول وزير الأسود إلى H4. إذا رد الأسود بأخذ بيدق E4 يرد بـ D4 مجبرا الفيل على التحرك مع السيطرة على الوسط ببيدقين، وإذا لعب الأسود بيشوب B4 تشيك من السهل على الأبيض الرد بC3 ويحصل على سلسلة بيادق قوية ويستطيع أن يهاجم جناح الملك الأسود. النقلة الأكثر شهرة هي رجوع الفيل إلى E7، ويستطيع الأبيض المواصلة ببيشوب D3 بهجوم على الحصان، كما إنه يحضر للتبييض في جناح الملك. الأسود يستطيع لعب D5 ويستطيع الأبيض الأخذ بالمرور على D6، ولكنه أيضا يستطيع المواصلة بلعب C4، ومرة أخرى يستطيع الأبيض التبييض في جناح الملك ومواصلة خطته، والأبيض لديه دور جيد رغم وجود حصان الأسود E4 داخل حدوده. إذن هناك العديد من التفريعات، ولكنك أصبحت محصنا ضد لعب خصمك للدفاع التقليدي بلعب فيله إلى C5، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.